فده دور المؤسسات زي وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ان هي تنظم مثل هذه المؤتمرات لتوعية الشباب وايصال ليهم الفكر الصح ان هم يكونوا عندهم عشان خاطر يواجهوا كل الكلام ده. لكن في نقطة مهمة جدا، ان احنا مش عايزين يكون في بس مؤتمرات بتتعمل شهريا او مؤتمرات بتتعمل في محافظات مختلفة وتوصل عند نقطة المؤتمر وطلعت بورقة في الاخر فيها توصيات وعظيم جدا انا كده حققت الهدف من المؤتمر، لا، هو كده هيبقى مجرد انا عملت شو اعلامي جبت فيه مسؤولين حاضرين على المنصة خدوا وكل واحد اخد كلمة وخلاص. لازم التوصيات دي تكون من خلال ورش عمل موجودة تنزل لارض الواقع تتوزع على قصور الثقافة اللي قد تكون خاوية في بعض المحافظات ملهاش اي لازمة، يبتدي ان هو يتفاعل فيها الكلام ده عشان انا فعلا حققت الهدف المرجو من المؤتمر وعملت اصلاح الثقافي اللي المؤتمر كان هدفه منه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، المؤتمر النهاردة بداية من يوم 30 اللي فات فكرة جميلة جدا وكبداية ممتازة جدا لفكرة احتواء افكار ابداعية بالنسبة للشباب وكفكرة الاثراء الثقافي والنهوض بالعملية الثقافية المصرية، وبالذات اذا كان ده في اطار الاستماع الى اصحاب الابداع واصحاب الفكر سواء على مستويات المبدعين في التمثيل في الغناء وخلافه من أنواع الفنون، سواء كان المبدعين في المجالات العقلية والفكرية والثقافية، سواء كان على مستويات المشروعات الثقافية المثرية للعملية الثقافية والفكرية. الموضوع زي الإصلاح الاقتصادي بالظبط، لازم في قرارات، القرارات دي ساعات بتبقى قاسية بس مفيدة. مفيدة في إيه بقى؟ إن أنا دلوقتي الوعي الثقافي عندي يعني بقى تحت جدا، انتشرت ظاهرة البلطجة والمخدرات، فما عنديش اصلا الوعي اللي عند المتفرج عشان هو اللي نفسه يقرر انا مش هخش الفيلم ده لان فيلم يسيء للاخلاق او يفسد الذوق العام او الكلام ده كله. فلازم انا كمثقف، لازم انا ما بتكلمش بقى ان الرقابة تبقى عمياني اللي هو قرار واحد، لا، تتعمل لجنة من المثقفين، تتعمل لجنة من الكتاب، تتعمل لجنة من رجال الفكر في الدولة. اللجنة دي هي اللي تشوف الفيلم تمام وتحدد هل هو مناسب لمعايير الثقافة في مصر. أنا شايفة أن المؤتمر ده كويس جدا، لو تم فعلا دور الشباب في الثقافة ودور الثقافة أصلا أساس إصلاح المجتمع، وخصوصا أن أنا عندي في شمال سيناء برغم الإرهاب وبرغم ضرب النار والانفجارات وكل حاجة بيعنيها أهل سيناء من يعني بس في نفس الوقت عند الشعب عندنا أهل سيناء مثقفين وواعيين في المجال المسرحي في مجال الفن في كل المجالات في مجال التطوع في كل المجالات اللي موجودة برغم كل معاناة بيعانيها، بس هو عنده يعني عنده روح حب البلد ويقدر يشارك في أي حاجة وما بيشتكيش. هو الدور المؤتمر انا شايفاه فعال جدا وشايفاه حاجه كويسه جدا عشان اوصل ان لو حد يجي يعمل تقرير او يعمل فيلم يجيب البلد بالطريقه الصح او يجيب اهل سيناء بالطريقه الصح. اهل سيناء اللي هم بتلخصوا فيلم مصلحه ولا فيلم اعدام ميت ولا في اي فيلم هابط، اهل سيناء وطنيين جدا وجدعان جدا وكويسين جدا، وسيناء بلد جميله وامنه تماما وسياحيه وكل حاجه. يعني لو الفن هيوصل صوره يبقى يوصلها بالفكره الصح بالطريقه الصح ويجيب اهل بلد فعلا والبلد على طبيعتها.